صباح الخير على الإخوة المربين. النهاردة الحقيقة هنتكلم في موضوع الدواجن، وهو موضوع مهم جدا. تعرفين صناعة الدواجن في مصر بتغطي حوالي 93% من الاستهلاك المحلي، وبيصدر مصنعاتها للخارج، وبيعمل فيها حوالي 2.5 مليون عامل، بالإضافة إلى أسرهم، دي هتبقى يعني عدد كبير جدا. الحقيقة بتحقق حوالي 24 مليار جنيه. صناعة قوية جدا، لكن الحقيقة بتتعرض لمشاكل كتير جدا، لأن هي صناعة دقيقة، محتاجة أمصال، محتاجة لقاحات، محتاجة تدقيق، محتاجة نظافة، محتاجة حاجة كتير قوي. تعالوا مع بعض النهاردة ناخد معلومة فنية في تربية أو تسمين الدواجن للإخوة المربين، وأيضا ناخد الاحتياطات اللازمة بتاعتنا وكل المعلومات اللي هتقدر النهاردة نقدر نزود بيها الإنتاج بتاعنا. مهندس كريم شعراوي، بنصبح عليك ولك صباح الخير. صباح النور. الحقيقه عاوزين، انت عارف صناعه الدواجن دي صناعه كبيره جدا وصناعه ضخمه في مصر، وعاوزين الحقيقه يعني نحقق منها الاكتفاء الذاتي الكامل ونتوسع فيها ونصدر منها ايضا، وما نحتاجش نحن نستورد الدواجن. النهارده احنا في مرحله مهمه جدا من مرحله التسمين، عاوزين ناخد من حضرتك المعلومات الفنيه والسيستم اللي نقدر نطلع بيه منتج كويس ونزود انتاج. والله هو في دلوقتي احنا لازم بنعمل الصوب المقفولة او العنابر المقفولة، ان احنا درجات الحرارة في مصر بتاعت توصل عالية جدا، فمش الصوب المفتوحة بتاعت زمان ما بقتش تنفع للتبريد ولا للتربية، وفي نفس الوقت درجات الحرارة في الشتاء بتنزل جدا، فبنحتاج تدفئة عالية جدا، فبنحتاج الصوبة تبقى مقفولة ما تبقاش مفتوحة. احنا بنستلم الكتاكيت حوالي من 35 جرام ل 42 جرام، بتقعد معانا حوالي 35 يوم 36 يوم 37 يوم حسب الجو والتغذية والتحويل بتاع الفرخة نفسه، وبتقعد معانا اصعب الايام اللي هي اول ما المناعة بتقع من الفرخة، اللي هي حوالي اليوم 18 او 19، بيبتدي يظهر مشاكل من يوم العشرين والواحد وعشرين لغاية اليوم الثمانية وعشرين. إيه الأمراض اللي بتواجهك وبتقدر النهاردة تخلي بالك منها بالنسبة للدواجن؟ في أمراض كتير ليها أمصال، الأمصال في أمراض موجودة متواطنة عندنا، احنا بنحط لها الأمصال بتاعتها والحمد لله ما بتجيلناش. زي إيه؟ زي الجمبورو، زي النيوكاسل العصبي، زي حاجات كتيرة، بس في برضو حاجات بتعدي الأمصال نفسها، يعني بتبقى الفرخة نفسها مناعتها ضعيفة، فبنضطر ان احنا نبتدي ناخد بالنا قوي في الفترة العشرينات عشان دي فترة الإصابة بتاعت الفرخة، فبنحط مضادات حيوية، وبنحط رفع مناعة، وبنحط فيتامينات، وبنحط مفتح شعب علشان نضمن انها تعدي في المرحله ديت، ان هي اول ما بتعدي مرحله ال 29 يوم احنا بنكون دخلنا فتره الامان. طب التغذيه بقى، التغذيه يعني بتحط بروتين كام في المية؟ احنا بنعدي على ثلاث مراحل. اول مرحله اللي هي مرحله البادي، البروتين بتاعها 22%، وبعد كده بعد حوالي 15 يوم بنخش على النامي وهو 21% بروتين، وبعد كده بنخش على الناهي اللي هو 20%، ودي بتبقى اخر مرحلة بنقعد فيها يعني تلت وتلت وتلت. مفروض التحويل الطبيعي في خلال 37 يوم الفرخة تدي حوالي 2.50 كيلو 2.100، او لو في اصابات في وسط المرحلة اللي احنا معدين فيها ممكن تطول ل 38 او 40 يوم عشان توصل الوزن ده. في مفهوم خاطئ لدى الناس بالنسبة للفراخ البيضة، يقول لك والله ده بتاخد هرمونات، الكلام ده يعني حقيقته ايه؟ لا، الهرمونات لو الفراخ بتاخد هرمونات هي هتيجي تقف في مرحله نمو عند اليوم تقريبا ال 24، مش بتقدر، ان الكلى بتبقى والكبد بتاعها بيستهلك جامد جدا عشان يمتص الهرمونات. يعني مفيش الكلام؟ لا، مفيش الكلام ده خالص. ومفيش شركه تقدر تحط الكلام ده، ان انا معدل نموي انا هعرف ان حاجه غلط في العلف.
لان ده هو هيخسر، المربى يخسر لو حط هرمونات يخسر. بالظبط، ان الفرخه مش هتبقى بنفس القوه وهي مش قويه قوي للدرجه، فاحنا هنتعبها اكتر من الاول، فهتيجي في مرحله مش هتوصل ابدا، مش هتديني اوزان، هتيجي تقف عند كيلو 500 كيلو 600 وتقف على كده. يعني هذا المفهوم مفهوم خاطئ لدى الناس اللي هو موضوع قصه الهرمونات. لا والكلام ده مفيش هرمونات عندنا. طيب انت في مرحله دلوقتي خلاص، انت بتطلع دلوقتي بتطلع على وزن كام؟ انا بطلع اول ما بنعدي ال 2 كيلو بنبتدي يا اما نخف العنابر نفسها او بنشيل العنبر من اوله لاخره. بنطلع 2 كيلو 50، 2 كيلو 100، 2 كيلو متوسط، بس طبعا بيبقى فيه جوه اوزان مختلفه من اول كيلو 500 لغايه 3 كيلو، بس المتوسط بتاعنا بيبقى 2 كيلو. بتخلي بالك ايه في الفتره دي بقى؟ الفتره ديت ان استهلاك الميه يبقى كتير جدا، ان الفراخ نفسها ما بتقلش في العلف، ان هي اول ما بتقل في العلف بيبقى فيه فيروس دخل، بيبقى فيه مرض دخل ايا يعني كان معوي رئوي اي حاجه مرض بيخش بيوقف عن الاكل. فاول ما بنلاقي العلف خلص او قل شكاره او شكارتين احنا بنشوف ايه اللي حاصل ونبتدي نشرح الدواجن في معمل ونعرف ايه الفيروس اللي دخل علشان نعرف نحط له الدواء المطلوب. مهندس كريم انا بشكرك على كل هذه المعلومات وبنبارك لك على الانتاج لان ده خير لمصر. تمام. وبنصبح عليك ونقول لك صباحك خير. الصباح الجمعيات والبركات. وزي ما سمعنا هذه المعلومات المهمه جدا في تربيه وتسمين الدواجن واهم العمليات الفنيه الواجب اتباعها في مثل هذه الظروف. هنتابع ان شاء الله مع بعض معلومه اخرى في قطاع